بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الأركان. الآن نقول شيئا مما أصيب به عباد الفيسبوك. العباد هذوما ناس اللي يسمعوه ينقلوه ويزيدوا به يهربوا منه، يزيدوا به يعني يزيدوا ينمقوه ويعملوا سيناريو أخرى ويكاسلوا باش يبين يكون هو عنده مهارة في السيناريو، عنده مهارة في تزويق الكلام. لكن ما تنساوش الفيسبوك هو عصا إذلال لمن اختار طريق الضلال على طريق الرحمن. واليوم تفرح بما لم تشتهوا وإن لم تتب بعد ذلك ولو بعد حين، فاعلم أن فيسبوك مشكور، لعنة عليك ولعنة على أمثالك. ولليوم أنتم بحكم الدنيا ما ساقكم إلى استخدام هذا السلاح الفتاك الذي يحقق حرب الكل على الكل. احذروا الفيسبوك بايع، لأن الإنسان يعود يشكر الرحمن ويرى عليه نعمته، هو يحبك النعمة ذيك هي بنتائجه وحققها بذكائه وزينها بمهاراته. لكن اعلم ان ابليس كان سبب وراء ذلك، زين لك اي قلب لك الحقائق، فما هو قبيح عند الله جمله عندك حتى تاتيه وتعلن عن جماله، وتستنى من يزيد بزياده في جماله الكاذب. وكذب عليكم الشيطان فأوقعكم في أحط المنازل. ارفع رأسك يا إنسان، أكرمك الله حين قال للملائكة الكرام عليه السلام، قال لهم أنا سأخلق خلقا سيخلقوا فقعوا له ساجدين إلا إبليس لعين رفض، وهو كان أول من أسس للتمييز الجسدي. والملائكة الكرام لم يسجدوا لسيدنا أبينا آدم عليه السلام سجود عبادة بل سجود تحية. فكلكم تدعوكم إلى الزيادة إلى رجوع القرآن حتى تفهموا ما معنى السجود الذي لا يليق إلا مع الله. وقال ربنا في زمان عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى لا يحب إلا الله لأمر به النساء لأن هؤلاء النسوة لا إنسانيات، ما لا مشتاح لهم زوج المستقيم، لأنه ما لا كان سبب في ما تقول في تربيتهم بني الزبير بها أب كريم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا اللباس اغلبها من المحرمات ويسطعوها حتى يمكنوا اعينهم العمياء عن المولى رب الارض والسماء، ويبداوا يبكوا ويبداوا يوريوا في الفيسبوك اللي عندهم أبنية تفوق كل أبنية الأخرى. وهنا يقع سباق الجمال، ولا الحديث لا ينتهي. نسأل الله أن يفتح أعين من فيها العمى، ومن بعد العمى فيها عدم الهنا. فالسبيق يا ناس، وارجع إلى طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأسلم الطرق للعلاج من هذه الأوهام. والله أكبر بالثمن.